السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في دولفين أرتس شانل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في الدرس التاسع من سلسلة دروس سي اس اس. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة سريعة بسيطة، حاجة اسمها اللينك أو الأي. تمام، اتكلمنا عنها في ال HTML، هنتكلم عن الستايل بتاعها شوية دلوقتي في سي اس اس. تمام، هنعمل زي ما اتعودنا، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب الأول في الشانل عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة. هنعمل زي ما اتعودنا فولدر جديد على الديسكتوب أو في المكان اللي احنا مخصصين للدروس، نسميه ليسون 9. وبعد كده نعمل جوه الاندكس والستايل بتاعنا. الاندكس انا عملته فاضي، تمام، ما عملتش في حاجه خالص، ربطت بس الفايل الستايل فاضي وكتبت الاندكس، ما فيهوش اي حاجه خالص كالعاده. تمام، طيب انا دلوقتي عاوز اعمل على اللينك. اللينك اللي هو قلنا ايه مثلا، هنعمل ايه؟ لينك او دول في اللينك، دول في اللينك عشان الكلمه تكون كبيره بس تبان. تمام، نسيف اللينك. عندنا في سي اس اس ليه اربع اشكال. تمام، احنا اول سيبنا هنا كده نفتح نشوف هيشتغل ازاي. اهو دول في اللينك، لينك عادي خالص، دوس عليه مش هيعمل حاجه عشان مش حاطط له مكان يروح فيه. طيب اللينك عندنا في سي اس اس بيشتغل على اربع اشكال. اللينك الوضع الطبيعي اللي هو ان فيزيتد، او اللي لسه ما حدش داس عليه، لسه واحد دخل الموقع وشاف اللينك لاول مره. تاني حاجة الواحد دخل على الموقع وداس على اللينك اللي هو فيزيتد، حدث عليه قبل كده، او بيعدى عليه بالماوس لسه اول مرة، او بيعدى عليه الماوس عليه في اي وقت، ده اسمه هوفر. تمام، وحاجة تالتة الرابعة اسمها اكتف. اكتف اللي هو لو في كذا لينك فوق، في مثلا في زي الناف بار مثلا او النافيجيشن بار اللي فوق، في كذا لينك وانت واقف على لينك فيهم، فهو المفروض يكون اكتف، فيكون شكله مختلف عن الباقيين. تمام، يبقى اول حاجة الاي لينك، والاي فيزيتد، والاي هوفر، والاي اكتف. تمام، طيب نبدا باول حاجه، ايه هي الاي لينك؟ طيب هنيجي هنا مثلا نقول له الاي، تمام، اللي هو الاي ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللينك. طيب انا قلت له هنا الاي وفتحت القوسين كده، قلت له مثلا color تمام red save، جيت هنا عملت ريفرش بقى له اللينك ايه؟ احمر. انا عاوز مش احدد اللينك عامه، لا انا عاوز احدد حاجه من اللينك اللي هي حاله من الحالات اللي احنا قلناها، وليكن مثلا اللي هي اللينك. اللينك دي اللي هي الحاله الافتراضيه اللي بلاقي عليها اللينك او باللينك في الطبيعي بتاعه. سيف، اللون بتاعه ما اتغيرش ليه؟ لان انا دوست على اللينك ده قبل كده وانا كنت بجرب معاكم دلوقتي. نعمل كنترول اف 5 او الت اف 5، لسه متعرفش انا دوست على اللينك قبل كده. طيب نعمل مثلا لينك جديد عشان تبان معاكوا، عشان احنا دوسنا على واحد والتاني ما دوسناش عليه، عشان يبان معاكوا كل حاجة. مثلا دولفين 2 سيف بريش، مش ظاهرة. تمام، طيب مش ظاهرة ليه؟ عشان احنا مش معرفين اللينك هنا، مش مدينه، هو مش عارف انهي لينك اللي هو داس عليه وما داسش عليه. تمام، او بالنسبه له كده معتبر الاثنين واحد. فمثلا هنسمي ده اندكس دوت اتش تي ام ال، واللي تحت يبقى اندكس 2 دوت اتش تي ام ال، وندوس سيف ريفرش. كده عندك اللي انا قلت له لينكد بقى احمر، والفيزيتد بقى لون تاني. طيب نغير بقى الفيزيتد عشان نشوف الدنيا تمشي ازاي. انا دلوقتي عملت له الاي لينك. تمام، طيب هنعمل له ال A visited. تمام، مثلا هنقول له color مثلا green save. نيجي هنا refresh، بقى كده ال visited اللي انا دخلتها قبل كده بقى لونه جرين، واللي انا ما دخلتش عليه خالص بقى لونه ريد. تمام، طيب لو انا عايز اعمل الحاجه الثالثه، ان انا لما اقف عليه بالماوس يغير لونه للون تاني، نيجي مثلا هنا نقول له اي هوفر. تمام، اقول له الهوفر مثلا بتاعك كولر تساوي هوت بينك، اقول له سيف، وعملنا ريفرش. كده لما اجي اعدي عليه اللون بقى هوت بينك، هو مش باين مع الاحمر. طب نغيره مثلا، نخليه ايه بلو سيف.
ريفرش، لما تعدي على الاحمر هيبقى ازرق، تعدي على الاخضر هيبقى ازرق. تمام كده، ده الهوفر اللي هو ما اعدي بالماوس على اللينك. تمام، والفيزيت اللي انا دوست عليه قبل كده يبقى لونه اخضر، واللي ما دوستش عليه خالص لونه احمر. تمام. طيب رابع حاله اللي هي الاكتف، اكتف. تمام، افتح قوس اقول له color، انا اقول له مثلا black، save، اندوس ريفرش. طيب دلوقتي الفيزيتد اخضر والانفيزيتد احمر، تمام، والهوفر بتاعهم ازرق. طيب الاكتيف هي لما اجي ادوس على اللينك، او اللينك اللي اوريدي مداس عليه دلوقتي، هي مش هتبان معانا هنا، كان باين معانا لما اكون بنعمل سايت في الاخر، بالذات لو انا مثلا بدوس على اللينك كده دلوقتي وانا دايس عليه، انا اوريدي دايس على كليك الماوس، لون اللينك بقى لونه اسود. تمام كده بقى اللينك ده هو دلوقتي اكتيف. تمام. طيب انا لو جيت هنا دلوقتي عاوز اعمل اللينك ده ما يبقاش كلمه، انا عاوزه يبقى عباره عن لينك، يعني يبقى زرار. تمام، هقول له ايه هو بس هنديله ستايل بس زياده. تمام، انا عاوز اخلي زرار. طيب في الموقع لو انا هينفع، لو انا هعمل موقع ما ينفعش اخلي كل زرار لما يداس عليه لونه يختلف، الموقع هتلاقي شكله مرقع، مرقع بمعنى الكلمه، اللي هو مثلا تلاقي وانت عامل مثلا اللي بيداس على اللي بيبقى فيزيتد بيبقى لونه اخضر، واللي لسه مش فيزيتد لونه ازرق، فهتلاقي الموقع نص اخضر ونص ازرق. تمام، والى جانب الهوفر مثلا انت عامله احمر، فبقت هتبقى معاك العملية عايمة خالص. طيب في بنعمل ايه في الموضوع ده؟ بنعمل بنخلي البطن، بنخلي اللينك بطن ده، بنحط اللينك والفيزيتد مع بعض زي بعض، اللي هو اتزار وانه ما اتزارش زي بعض، ونحط الهوفر والاكتف زي بعض. تمام، يفضل. وممكن نخلف الاكتف ماشي، عشان لو احنا عاملين ناف بارفو. طيب ماشي، هنبدأ الاول نمسح الكلام ده، ايه لينك، بعد كده كوما، ايه اكتف، فيزيتد اسف. تمام، هقول له مثلا باك جراوند كولر مثلا سيان. تمام، واقول له الكولر بلاك، واقول له البادنج، هتكلمنا على البادنج والناس تفتكر لو رجعنا اول الدروس هنلاقي البادنج، مثلا اقول له البادنج من فوق ومن تحت مثلا 10. تمام، بي اكس، ومن يمين وشمال مثلا 25 بي اكس. تمام، هقول له مثلا تكست الاينمنت اللي هي محاذاة النص، يبقى في النص ولا فين، هخليه سنتر. تمام، بعد كده هقول له مثلا الديكوريشن، انا مكنتش في التكست ديكوريشن هناك، هتكلم فيها دلوقتي ما مخلص دي، بس تكست ديكوريشن هتكلم فيها هنا، هي هناك. تمام، خليها دلوقتي نون. تمام، وفي حاجه هنا لازم نعملها في الـ في الـ في الباتونز، عشان اخلي اللينك عباره عن زرار لازم اخليه انلاين. تمام، انلاين بلوك ماشي. الديسبلاي دي هنتكلم عنها بالتفصيل في درس لوحدها او مع حاجه تانية، بس الديسبلاي لسه موضوعها جاي، فاحنا هناخد منها دلوقتي الحته دي، ديسبلاي انلاين بلوك، يعني يكون انلاين بلوك يعني مربع جوه صف. تمام، حاجه زي كده. خلاص، هندوس سيف. طيب احنا كده عملنا اللون بتاع اللينك والفيزيتد، نسيف ونروح نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي معانا. تمام، ادينا عملت اللينك بتاعنا اهو، الفيزيتد ده كنا انا فيزيتد ده ان فيزيتد، الاثنين نفس الشكل. تمام، طيب دلوقتي انا عاوز احط الهوفر بتاعه او الاكتف. تمام، خلاص هاجي برضو اعمل لينك، ايه لينك تاني، ايه هوفر كوما، ايه اكتف، نفتح القوس اقول له باك جراوند كولر مثلا هوت بينك.
تمام سيف ريفريش. دلوقتي الاوفر بتاعك بقى لون الهوت بينك ده. تمام ممكن اغير على فكره الكالر برضو، يعني مثلا انا اقول له كالر اللي هو الكالر ده اللي هو لون الكتابه، والباك جراوند كالر لون الخلفيه مثلا وايت. سيف تمام. ده بقى شكل الزرار بتاعي، سواء بقى دوست عليه ما دوستش عليه هي نفس النتيجه في الاخر. اسف عشان انا رابط ده باندكس 2، لو دوست عليه هيحولني على اندكس 2. تمام نفس النتيجه في الاخر، ومش هينفع مش هغير شكله عشان ما غير شكل الموقع ده. واحنا دلوقتي جربنا ان احنا نغير شكله، اللي دوس عليه يبقى لون تاني، هتلاقي كل زرار في الموقع بقى مختلف، ادينا بقى شكلها عك. تمام فضل افضل ونمشي على ده احسن، او يعني الناس ماشيه على كده. تمام طيب كده احنا اتكلمنا عن اللينك ولمناهم وازاي نعملهم زراير. تمام طيب انا عاوز اتكلم دلوقتي على الحته بتاعت ال تكست ديكوريشن. التكست ديكوريشن دي انا ممكن اخلي الكلام تحته خط ولا لا. تمام نون او اندرلايند. تمام او اندرلاين. سيف سيف الكلام بقى تحته خط. تمام لو نون ما بقاش تحته خط. تمام تكست الاينمنت سنتر اللي هو الكلام يكون في النص ولا على الجنب. تمام ديسبلاي اللاين بلوك ده هنتكلم عليها لوحدها بعدين. تمام كده يبقى احنا كده لمينا الدنيا بتاعت اللينكات. اللينك ليه اربع حالات، الحاله الطبيعيه اللي هي اللينك اللي هو قبل ما يتداس، والفيزيتد اللي هي اتداس عليه، الاوفر اللي هي الهوفر اللي هي الماوس عدى على اللينك، الاكتف ان هي هو الاكتف الكرنت الصفحه اللي انا واقف عليها او اللينك اللي انا داس عليه دلوقتي او اللي انا بدوس عليه دلوقتي. تمام اتمنى يكون الدرس خفيف وبسيط عليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، وتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل عشان توصلكم فيديوهات جديده، وان شاء الله نتابع مع بعض. كومنتاتكم ومشاهداتكم هي اللي بتخلينا نكمل مع بعض. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.